قتل جيش الاحتلال فلسطينيا بذريعة طعنه جنديا في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وقالت الشرطة في بيان إن الشاب الفلسطيني حاول طعن الجندي خلال اشتباكات عنيفة اندلعت في بيت عينون. وقد سلمت سلطات الاحتلال فجر اليوم الهلال الأحمر الفلسطيني جثامين الشهيدين رائد جردات ومحمود غنيمات اللذين احتجزتهما بعد استشهادهما قبل عدة أيام على يد جنودها بمدينة الخليل.